مساء الخير أبنائي طلاب الآي جي، أهلا بكم في حل امتحان جديد من امتحانات بيبر 2. إن شاء الله موفقين. امتحان اليوم Solving Paper 22 February March 21، ده بارت 1. إن شاء الله الفيديو الجاي هيبقى بارت 2. تعالوا بينا نبتدي مع بعض. هناخد مع بعض أول سؤال. Woodlice are small organisms that live in damp places. In an experiment, three live woodlice are put into a glass container. The diagram shows what happens after 30 minutes. طبعا الشيب والديزاين بتاع الاكسبيرمنت يمثل حاجه اسمها تشويس شامبر. نحط فيه السبيسيمين بتاعتنا، والسبيسيمين بتاعتنا في الغالب بتبقى سمول كراستيشنز انيمال اللي هو لايس او اذر انيمالز، لكنها سمول. دي الهول اللي بندخل بيها الانيمالز. الانيمالز ليها عدد معين انا بدخله بنمبر، وبشوف كونديشنز في كل شامبر من دول انا بوفرها، وبشوف الانيمال بيتجه لاني كونديشنز من دول، وبالتالي احكم على البيهيفير بتاع الانيمال، هو محتاج ايه وايه النيدز فور ليفنج during time of experiment. تعالوا بينا نشوف مع بعض. هو حط هنا الwood lice placed in hole here. اوكي ده المكان. وهنا وفر الاكزامينر او الريسيرشر وفر damp place ووفر شامبر تانية dry، يبقى واحدة damp واحدة dry. الdamp وفرها ازاي؟ ب presence of water في container، الجزء ده من البارتيشن حط فيه ايه؟ water. طبعا هنا في بارتيشن حاجز ما بين التو شامبرز دول. هنا بقى في كيميكال تو ابسورب ووتر، ايا كان الكيميكال ده اسمه ايه يقدر ابسورب الووتر. الجزء ده علشان يبقى مش او بلاتفورم علشان احط عليه كلاستيشن او احط عليه السامبل او السبيسمن بتاعت الانيمال، بحيث ما تبقاش افكتد بالووتر دايركت ووتر كونتاكت او بالكيميكال ربما يحصل اريتيشن. Which characteristic of living organisms is shown by this experiment؟ طبعا انتوا جاوبتوا بقالكم اسبوع. طبعا واضح جدا ان الانيمال سي كراستيشنز الموجودين دول لايف اتحطوا في البليس ده من المكان من الهول دي واتجهوا ناحيه الدامب اريا. دامب اريا ده يبقى هم بريفير الدامب اريا. طالما في بريفرنس للدامب اريا يبقى ده سنسيتيفيتي، ده تعبير انهم عندهم سنسيتيفيتي. يبقى الانسر دي. تعالوا بينا، ممكن السؤال يبقى ازاي؟ ممكن يبقى السؤال يبقى ازاي؟ ادي التشويس شامبر اللي احنا شفناها، وفرنا هنا نص الشامبرز او فور شامبرز، يعني مثلا سي نقول هنا A وB وC وD، دول الفور شامبرز. الفور شامبرز الB والD دارك اريا، عملنا لها كفر بكرتون مثلا او حاجه تمام كده، ودول لايت اريا بدول لايت. طيب هل مختلفين عن بعض؟ اه مختلفين، حتة دراي زي الجزء ده بالظبط، وحتة تانية دامب اللي هو الجزء التاني بالظبط. يعني هو اكتفى في سؤال الإكزام بالجزء ده فقط، وطبعا ما جابش سيرة اللايت. الناحية التانية دارك ودراي ودارك ودام، يا ترى الأنيمال بيريفير إيه؟ طبعا شايفين هنا إيه الكيميكال اللي استعمله علشان يبقى دراي؟ الكيميكال اللي ما ذكرش اسمه هنا هو كالسيوم كلورايد، مش مطلوب حفظ اسمه، لكن من دراسه الكيمستري عارف ان هو ديسيكانت. ديسيكانت معناه يقدر ابسورب المويستر من الاير تمام كده، كنا بنحتاجه اوقات في بيبر 6. تعالوا بينا نشوف مع بعض الريزلت في نهايه الاكسبيرمنت افتر 30 مينتس مثلا. ايه اللي حصل؟ النمبر اوف انيمالز، وليكن انا بادي ب 10 بدل سؤال الاكزام ب 3، انا بادي ب 10. طبعا زيرو في اللايت دراي اريا، ما فيش حد فضل في المكان ده، يعني ما فيش بريفرنس للانيمال ان يعيش في لايت اريا ولا دراي. طب ممكن يعيش في لايت اريا ودامب؟ اه ينفع، بس ايه يعني ده انيمال واحد، كراستيشن واحد، وود لايس واحده بس، اوت اوف ايه اوت اوف 10. طب هيفضل طول الوقت في الحقيقه لو عنده تشانس اسكيب ويهرب للشامبر دي او دي، هنلاقيه يتحرك ويزود ال 7 يبقوا 8. طيب ايه الفرق ما بين 2 7 دول؟ 2 وود لايس راحوا لمنطقه الدارك ودراي، و 7 راحوا للدارك والدام. فبالتالي نفهم ان البيهيفير بتاع الوود لايس بيحب الدارك اريا، عشان كده هو هيدن فروم انيمز تحت اللوجز، الوود لوجز اللي موجوده في الجاردنز. وايه كمان؟ الدام بارياز
اللي هي فيها مويستر، بريفيري مويستر. مويستر ده بيساعده على انه بريث وانه جين اوكسجين من ديزولفد اوكسجين موجود في الدم سويل، الدم بايه سويل. فطبعا افضل بريفرنس وافضل بيهيفير ان كله يتجه او معظمه يتجه ناحيه الدارك والدامب ارياز. اوكي طيب، يبقى عرفنا الانسر سنسيتيفيتي. تعالوا بينا نشوف مع بعض نمبر 2. Which species can breed with Brunella vulgaris to produce fertile offspring? Fertile offspring. طبعا هو حاطط لي هنا two species, Brunella modularis و Vespiola vulgaris. طيب وعمل لي key معناه yes و no معناه x. Okay. طيب تعالوا بينا نشوف مع بعض. يا ترى which species can breed with Brunella vulgaris؟ تمام كده؟ برونيلا فولجاريس. طبعا برونيلا مشترك هنا مع اسم جينس برونيلا موديولاريس، وفولجاريس مشترك مع اسم السبيسيز اللي هو فيسبيولا فولجاريس. طب ده بيلخبطنا شويه. انا عاوز هنا الرول بتاعتي امتى يبقى في فيرتل اوف سبرينج؟ فيرتل اوف سبرينج لما يكون ايه؟ سيم سبيسيز. ايوه برافو، سيم سبيسيز. طالما سيم سبيسيز يعني ليهم نفس السكند نيم ونفس الجينس نيم، نفس الجينس نيم ونفس ها السبيسيز نيم، يبقى هما سيميلر زي هومو سابينس، الهيومن مع هيومن، هومو سابينس مع هومو سابينس. ينفع يبقى الخلفة بتاعتهم فيرتل، اليونج بتاعهم يبقى فيرتل لما يكبر يوصل الادلت هيعمل مارج وهيخلف برضه زي البيرنتس بتوعه. ده يبقى امتى الفيرتيليتي دي؟ لما يكون سيم جينس وسيم سبيسيز ات ذا سيم تايم. طب هنا برونيلا فولجاريس لو حابين نعمل كده ميتنج هنا، الجينس هو هو. طب هنا سبيسيز مع سبيسيز ينفع الكلام ده؟ ينفع يدي فيرتيليتي؟ طبعا لا. unsuccessful ايه؟ unsuccessful breeding. unsuccessful breeding ليه؟ ده الديفينيشن بتاع الجينس، ان ليهم نفس الجينس معناه individual، ليهم نفس الجينس لكن differ in species، وبالتالي can breed may breed together لكن الخلفه بتاعتهم هتبقى infertile، ده لو خلفوا. طيب يبقى ما ينفعش برونيلا فولجاريس مع برونيلا موديولاريس، يبقى الانسر ولا هي A ولا هي B، ما تنفعش صح كده؟ طيب تنفع تبقى سي؟ تنفع. تنفع تبقى دي؟ تنفع. نيجي الناحيه الثانيه، برونيلا فولجاريس مع فيسبيولا فولجاريس. هنا فولجاريس فولجاريس ايه ده؟ ينفع الميتنج؟ هو نفس السبيسيس نيم لكن هل نفس الجينس؟ لا. انتوا عارفين زي ايه بالبلدي كده؟ لما اقول ليمون بلدي مع موز بلدي ينفع يدوا اوف سبرينج؟ استحاله طبعا، لان اختلاف الجينس نفسه مختلف، الجينس نفسه مختلف. هو عشان كلمة بلدي ينفع؟ لا طبعا ما ينفعش. فبالتالي الانسر لابد انها تبقى دي، تبقى دي، تبقى ايه دي. تعالوا بينا نشوف مع بعض القصة ماشية ازاي. تعالوا بينا هنا، ادي الـ 7 features او الـ hierarchy classification. ببتدي لو حبينا نبتدي بالـ species، الـ species وطلعنا لفوق درجة similarities decrease، يبقى decreases in similarities upwards. لو انت ماشي من تحت لفوق upwards من species لkingdom يبقى في decrease in similarity، وكمان increase in numbers، النمبر بتاع individual اللي بينتموا للkingdom اكتر بكتير من individual بتاعت species، صح كده؟ طيب يبقى بالتالي انا عاوز اعرف دلوقتي مين هيبقوا more similar، ان انا اتجه ناحيه ايه؟ down. يبقى genus درجة السيميلاريتي عالية جدا، ويا حبذا بقى لو كان نفس النيم بتاع جينس هو هو ونفس السبيسيز هو هو، يبقى خلاص individual of the same species، يبقى هيخلفوا ويطلعوا fertile offspring. ده ما اتحققش في السؤال. طيب تعالوا بينا نكمل. example للفيرتل والانفيرتل، ايه رأيكم؟ كان اللايون ده اسمه بانثيرا ليو، بانثيرا ايه؟ ليو، بان ثيرا ليو ال اي او، صح كده؟ وده لا ايه بانثيرا، هحط بس سمبل بانثيرا تجرز، تجرز. لما اخذنا ميل
بانثيرا ليوم، وخدنا في ميل بانثيرا تيجريز. طلعوا يونج، بس يونج ده ميله اسمه ليجر، ده ميل مفيش منه في ميل، وميل لكنه انفيرتل، لكنه ايه انفيرتل، ده هايبريد، ده ايه يعتبر هايبريد بالنسبه لنا، هايبريد بالنسبه لنا. طيب هايبريد جه منين؟ جه انه نفس الجينس هو هو اللي فيه درجه سيميلاريتي عاليه لكن ديفرنت سبيسيز. قدروا يدوا ميتنج وبريد، لكن انفيرتل. امتى يبقى فيرتل؟ لو كان الانديفيدوال دول اوف ذا سيم سبيسيز، يعني بانثيرا ليو مع بانثيرا ليو ينفع، وبانثيرا تيجرز مع بانثيرا تيجرز ينفع، هيومن مع هيومن ينفع. فاهمين القصه؟ طيب نفس الكلام هنا اهوت، لو خدنا عكسنا جندر بس، خدنا الميل هو التايجر والفيميل هي اللاين، في الحاله دي هاخد ايه؟ هاخد الهايبريد بتاعنا اللي هو ده، ما يعتبرش نيو سبيسيز، ما يعتبرش. ليه؟ لانه انفيرتل، شرط السبيسيز يكون فيرتل، شرط ان يكون ده الانديفيدوال او اليانج ده يبقى فعلا اسميه بسبيسيز نيم، لازم يكون فيرتل، لازم يكبر ويبقى ادلت ويخلف، لكن هو في الحقيقه تايجون وميل فقط، ما فيش منه في ميل. طب ما ينفعش التايجون ده ميت، تايجون الميل ميت مع فيميل لايون، ما ينفعش، ما ينفعش يعمل ميتنج مع فيميل تايجر برضو، ما ينفعش. تمام كده؟ ما ينفعش، يبقى ده انفيرتل. يبقى هما انتموا لنفس الجينس لكن ايه؟ ديفرنت سبيسيز، ديفرنت سبيسيز، عطى انفيرتل اوف سبرينج. اوكي؟ تعالوا بينا نشوف ايه هو الجينس؟ ايه الديفينيشن بتاع الجينس؟ جروب اوف ليفينج اورجانيزم زي ده وده، نفس الجينس بانثيرا وبانثيرا، شير ميني كومن فيتشرز، يشبهوا البعض في الاكسترنال شيف في المورفولوجي، اند بريد توجذر. اوكي مفيش ما يمنع، لكن بريد ايه؟ ان سكسسفلي، يعني اليونج انفيرتل، انفيرتل في الحاله دي، يبقى التو بيرنتس دول ينتموا لتو ديفرنت سبيسيز or species. okay. طيب تعالوا بينا، يبقى عرفنا خلاص الانسر باختصار، هي الانسر هي letter D، letter D. طيب نكمل يا شباب مع بعض، ناخد number 3. what is the correct order of arthropod groups from those with the most legs to those with the fewest legs؟ نفتكر الفايلم ارثروبودا، الفايلم الوحيده اللي درسناها من الانفرتبريتس. اوكي؟ قسمناها لفور كلاسز، قسمناها لفور كلاسز. نفتكر كده مع بعض، كان في كلاس الممبرز بتاعته ليها ميني ليجز، ميني ليجز، كنا سميناها ميريا بودز، وقسمناها الانيمال ده كل سيجمنت في تو بيرز اوف جوينتد ليجز، تو بيرز اوف جوينتد ليجز، اوف جوينتد ايه ليجز، كل سيجمنت. ياه ده ميريابود محترم. طب وبعدين؟ تعالوا بينا ناخد ميريابود اخر، كل سيجمنت ليها 1 بير فقط، اقل في العدد، ده كده سنتيبيد، واللي فات ده ملي بيد. يبقى ملي بيدز وسنتيبيدز كانوا بينتموا لحاجه اسمها ايه؟ حاجه اسمها كلاس ميريابود، ميريابودز، ميريابودا. طيب اكبر عدد هو كان ميريابودا، بعدها مين؟ كراستيشنز، عندها ليجز كتير قوي، ده عندها كراستيشنز الشريمب ده عنده ليجز فور سويمنج وليجز ثانيه فور ووكينج على السي بوتوم، ياه عنده ليجز كتيره، لكن مع كثر الليجز دي مش كل سيجمنت بالابدومين بتاعته شايله، شايله ايه؟ ليجز، ما فيش ليجز في بعض السيجمنتس، وبالتالي احسبها كراستيشن، النمبر اوف ليجز اقل من مين؟ اقل من الميريابودا. يبقى نبتدي ميريابودا هي نمبر 1 في النمبر، بعد كده مين؟ كراستيشيا. نمبر 3 اراكنيدز، ها كام بير اوف جوينتد ليجز؟ 4 بيرز، ادي نمبر 1، سكند بير، ثيرد بير، وفورث بير. امال ايه دول؟ دول ابنجز موديفايد بارتس من الماوث بارت، يعني هم ما يعتبروش بيرز من الايه؟ من الليجز. يبقى عنده 4 pairs of jointed legs، ده زي السكوربيون وزي السبايدر. اخر جروب هي الانسكتس، تمتلك اقل عدد من ايه؟ من البادي بارتس، وكمان انا بتكلم على الليجز بقى، بتكلم على 3 pairs of jointed legs.
يبقى الترتيب بتاعنا بترتيب عرض الصور دي، ميريابودا، كراسيشيا، اراكنيدز، انسكتس، ده ترتيبهم من الموست ليجز تو ذوس وذ ذا فيوست اي ليجز، ميريابودز، اوكي، كراسيشيانز، اراكنيدز، انسكتس، ليتر سي. اوكي نكمل كده يا شباب مع بعض. نمبر 4، ذا ديجرام شوز فور انيمال سيلز as seen under a light microscope for animal cells. ده سؤال قديم متكرر قبل كده كتير. طبعا ما بين animal cell و animal cell في border line، لكن في الحقيقة X اللي مشاور عليها هو عبارة عن cell membrane لcell number 1 و cell membrane لcell number 2، يعني two cell membranes. Two cell membranes، كل واحدة تمتلك its own cell membrane. صح كده؟ أنا ليا حيطة وجاري ليا حيطة تانية، هما دول التو سيل ممبرينز ليا والجاري، يبقى هنا الأنسر سي. أوكي؟ تعالوا بينا نكمل. سؤال نمبر 5. The diagram shows a root hair cell. A root hair cell. واضح إن الروت هير سيل دي ابيديرمال سيل، دي كده ابيديرمال سيل. تمام كده؟ من الروت في منطقة الروت هير سيلز بيمتد اكستنشنز منها أوتوردز. extensions منها outwards. يا ترى how this cell modified for the absorption of water. دي واحدة من specialized cells differentiated cell. يا ترى الموديفيكيشن ده for absorption of water. ايه سبب الموديفيكيشن؟ هل هو how is الموديفيكيشن ده يساعدنا على absorption of water؟ يا ترى it has cell cellulose wall. ما كل plant cells عندها cellulose wall. It has thin layer of cytoplasm. على فكرة كل الـ ideal والtypical plant cell عندها thin layer من cytoplasm وعندها large vacuole. Large vacuole ده يمكن بعض الـ plant cells الـ vacuole بتاعتها بتوصل 90% من الـ volume بتاع الـ cell نفسه. طيب it has large surface area، أكيد الـ answer C. for water absorption. تعالوا بينا نشوف الشكل ده. شايفين السيدلينج دي؟ شايفين الاريا دي؟ الاريا اوف ابسوربشن مليانه روت هير سيلز. هل ده ادابتيشن لايه؟ موديفايد علشان ايه؟ اكستنشنز اوت وورز ليه؟ اي فولدنج في البايو تو انكريز سيرفيس اريا. هنا الفولدنج ده اوت وورز ماله؟ انكريز سيرفيس اريا فور ووتر ابسوربشن. اوكي؟ طيب يبقى الانسر سي. نمبر 6. A student draws a diagram of mitochondrion. The diagram has a magnification of 20,000 times. دي mitochondrion واحدة اللي هي double membrane، ال outer smooth وال inner infoldings، عنده infoldings. أكيد برضه to increase surface area needed for respiration, aerobic respiration. طيب هنا السؤال مش علشان كده، السؤال علشان calculation. قال لك ال diagram is 5 centimeter long. يعني إيه 5 centimeter long؟ يعني الدايجرام ده لو حبيت اقيسه بالمسطره وهو مطبوع قدامك في الاكزام او طبعته من برينتر بتاع البيت هتلاقيه 5 سنتيمتر لونج. اوكي ده ايه؟ ده drawing، ده الاي، ده الايمج الاي. طيب what is the actual size؟ يبقى هو طالب الاي. طيب الماجنيفيكيشن الام موجوده؟ اه ام موجوده. طب ما انا عندي رول. عندي ايه رول؟ الرول فكروني كده. اي ام اي ام اي ام هي الـ I equal A over M. طب هو طالب إيه في الإكزام؟ actual size. نخبي ده من فضلكم، خبيه بإيدك كده. ها يظهر إيه؟ I over M. يبقى I الـ actual اللي هو مطلوب مني هعملها كالكوليشن في الـ Planck paper وأكتب كده I over M. أوكي؟ هيظهر لك الـ I، الـ I 5 سنتيمتر، 5 سنتيمتر، ماشي؟ أكتب الـ unit من فضلكم. والـ magnification 20,000 times. بالمنظر ده تحط اكس ما تحطش مش هتفرق معايا، لكن يفرق معايا السنتيمتر ده. طب السنتيمتر الانسر هنا بالمايكرومتر. الانسر في الفور انسر بمايكرومتر. ازاي احول السنتيمتر لمايكرومتر؟ الاول احولها لمليمتر. كل سنتيمتر على المسطره بتاعتك على الرول بتاعتك ايكوال 10 مليمتر. اكتب 10 واكتب مليمتر من فضلك، ما تتكسفش، اكتب مليمتر. طب وبعدين؟ هو عاوزها بالمايكرو. طب كل مليمتر ها يتحول ايه؟ سنتيمتر يتحول لمليمتر، سنتيمتر يتحول ل 10 مليمتر. طب والمليمتر الواحد يتحول لكام؟ 1000
مايكرو متر، صح كده؟ تعالى بينا، خلاص يبقى السنتيمتر اختفى ملوش وجود، والمليمتر اختفى ملوش وجود، ما فاضلش غير المايكرومتر اللي هو عاوز. اعمل بالكالكوليتور بتاعتك، اعمل بالكالكوليتور يطلع كام؟ سهل طبعا، اشطب بالزيرو زي مع بعض، كنسل الزيروز بلون اخر، ادي 1 2 3 4. ها مع كام زيرو؟ 1 2 3 4، 4 زيروز، مع 4 زيروز يتبقى لك ايه؟ يتبقى لك 5 اوفر 2، يعني ايكوال كام؟ وما تنساش اليونت دي موجوده معانا، مايكرو متر، اذا ايكوال 2 اند هاف مايكرو متر. دي الانسر. هل في انسر كده؟ اه اي لتر دي. اوكي لتر دي، تعالوا نكمل مع بعض. نمبر 7، Number 7. A jar of air was placed upside down on top of jar containing brown gas as shown. يبقى عندي two jars, two gas jars. Jar فيه brown gas وجار التاني فيه air. وسبناهم فترة من الوقت تقريبا 1 hour. Okay. إيه اللي حصل؟ Which process has taken place؟ طبعا تعالى بينا نشوف. هو قبل ما نجاوب طبعا في ديفيوجن، اكيد في الفور انسر في ديفيوجن. طب الديفيوجن ده شكله ايه؟ اب ولا داون ولا اب وداون؟ نشوف كده الفيديو القصير ده يفكرنا بالديفيوجن. You can see diffusion happening on a small scale in the lab using bromine, an orange colored gas. Place a jar of air on top of the bromine and it slowly starts to spread. It's moving up the tube against gravity. Over time, the two gases mix. After half an hour, both containers have a uniform color. It takes time because the air and the bromine molecules are colliding with themselves and each other. So what would happen if there was no air for the bromine to bump into? خلص الفيديو. ايه اللي حصل بالظبط؟ اللي حصل كان في جزء من الفيديو ادي برومين حصل له سبريد ابوردز. طب ما هو الجار اللي كان فوق كان امبتي، اه لكن امبتي دي معناها ايه؟ فاكيوم ولا اير؟ اير. اير معناها في اير بارتكلز. بص الصوره جايب لنا هنا الشيب، ادي الاير بارتكلز، هنا في اير مولكيولز زي مثلا O2 موجود، زي N2 موجوده، انرت جاسز موجوده، ووتر فيبر اوكي، وCO2 موجود، دي كلها مولكيولز اوف اير ميكشر. طب وتحت برومين بس Br2، ايه اللي حصل؟ حصل ثرو اوت هاف ان اور، حصل سبريد ابورز للاورنج جاس اللي هو البرومين ابورز، في حين ان الاكسجين والاذر جاسز موجوده في الاير ديفيوزز داون وورد. يبقى الانسر عندنا علشان يبقى هوموجينس وعشان يبقى كومبليت ديفيوجن تم خلال ساعه كامله في الاكزام، يبقى هنا ديفيوجن بوث ابوردز اند داون وورد. يبقى الديفيوجن مش بس للاورنج وتركز ان البرومين طلع لفوق وخلاص، لا ده كمان الاير بارتكلز نزلت هي كمان لتحت، يبقى ابوردز اند داون وورد. نكمل يا شباب. Which rule describes active transport? Active transport. نفتكر كده الـ active transport مع بعض قبل ما نجاوب. الـ active transport معناها إن في molecules of substance، molecules دي أو particles أو ions بتتنقل من area of low concentration لـ area of high concentration، يبقى from low to high. طب low to high دي معناها إيه؟ up against ولا داون كونسنتريشن جريديان؟ اب اكيد اب، من لو لهاي درجات السلم بتطلعها ازاي؟ اب الطلوع اب، يبقى من لو لهاي، يبقى اب كونسنتريشن جريديان او اجينست كونسنتريشن جريديان. المفروض جريديان هو الديفرنس ما بين الهاي واللو، هنا لا ده اجينست كونسنتريشن جريديان يعني من لو لهاي، يبقى الموفمنت زي الارم موضح من هنا لهنا، تمام كده؟ طبعا ثرو ايه؟ بارشلي بيرميبل ممبرين. وايه كمان؟ باي نيدز اوف ايه؟ باي هيلب اوف ايه؟
molecule of energy اللي هو الATP الناتج من الريسبيريشن aerobic respiration صح كده وتكمل الجمله. طيب تعالى بينا، يبقى عرفنا ان محتاجين انرجي على عكس الديفيوجن. الديفيوجن والاسموسس بالنسبه للووتر الديفيوجن لاي بارتكلز من هاي للو، ادي هاي للو يبقى داون كونسنتريشن جريدينت. الاسموسس برضو من هاي للو بس للووتر بس، الووتر بس مولكيولز يبقى اسموسس اسموسس صح كده. ده ايه الاثنين دول باسف، الاوسموسس والديفيوجن لاي سبستنس في الدنيا باسفلي وداون كونسنتريشن جريدينت فروم هاي تو لو تمام كده. طيب لكن الاكتف ترانسبورت يختلف ان هو من لو تو هاي، يبقى اجينست كونسنتريشن جريدينت باي نيد اوف انرجي released from respiration in the form of ATP. نكمل كده. The particles move through cell A cell membrane from a region of A lower concentration. Lower concentration يبقى الانسر لإما C لإما G. To region of higher concentration. طيب energy needed. Energy from respiration needed. Yes. يبقى الانسر G. Okay. نكمل يا شباب. تعالوا بينا يا شباب ناخد نمبر 9. The bases on one strand of DNA molecule have the sequence CAGCT. What is the sequence of bases on the other strand? معروف ان الـ DNA بتاعنا بيسموه double helix. Two strands anti-parallel to each other. والstrands دي بتكون من sequence من nucleotides. فهو عبارة عن poly nucleotide chains, two polynucleotide chains, nucleotides. دي الـ basic unit. معروف برضو الـ atoms أو elements اللي بيتكون منها الـ DNA هي C و H و O زيها زي الكربوهيدرات وزيها زي الـ lipids بالإضافة للـ N والـ B. الـ N والـ B nitrogen و phosphorus يبقى C H O N B شنوب شنوب اوكي سي اتش او ان بي. دول الفايف اليمنتس اللي بيكون منهم مين؟ بيكون منهم الماكرو مولكيولز البيولوجيكال مولكيولز المشهور الدي ان اي اسمه دبل هيليكس. طيب بيكلمني بقى على السترينز دي. السترينز دي بتتكون من نيوكليوتيدز. النيوكليوتيدز تعالوا بينا نشوف ازاي يبقى في كومبلمنتري نيوكليوتيدز. ده وان ستراند على الليفت هاند سايد، ده وان ستراند كده اوكي وليكن ده كده وان ستراند، والستراند الثاني على الرايت. طبعا البيسز ان ذا ميدل على الرانجز كان درجات سلم، رانجز اوف اي لادر كانها لادر بالظبط. الجي كومبلمنتري مع سي والاي مع تي والاي مع تي والسي مع جي، مش مهم الترتيب مين قبل مين، السي مع جي هي نفسها جي مع سي، اي مع تي وتي مع اي تمام كده. ده معناه ايه؟ كومبلمنتري بيس اي بيرنج. عندي كام بير في القطعه اللي قدامك دي؟ ادي الفيرست بير، سكند بير، ثيرد بير، فورث بير، فيفث، سيكس بير. يبقى 6 بيرز اوف نيتروجين سبيسز، 6 بيرز اوف نيوكليوتيدز، معناها عندك 12 نيوكليوتيدز في القطعه اللي قدامك دي. طيب السؤال بيقول ايه؟ What is the sequence of bases in the A other strands؟ لو كان strand فيهم C A G C T انا افضل تكتبها تحتها على طول، C يقابلها G وG يقابلها T وG يقابلها C وC يقابلها G وT يقابلها A. تعالوا نشوف الانسر بنفس السيكونس ده. ناخد G T، فين G T؟ ادي G T اهي سي جي اي، يبقى الانسر بي. اوكي طيب تعالوا بينا نكمل. نمبر 10، نمبر 10 the graph shows the effect of temperature on the rate of an enzyme control reaction. عندي enzyme control reaction وعندي graph ما بين rate of reaction ما بين temperature. by increasing temperature ترى x y حصل له ايه ومن y z حصل له ايه. which statements are correct؟ the collision frequency between substrate and the enzyme increases between x and y. معروف حتى في الكيمستري في relationship proportional relationship ما بين temperature ما بين الactivity او kinetic energy of molecules، ما بين الactivity اوكي
kinetic energy of molecules مع temperature. Increasing temperature without the kinetic energy. يبقى increasing temperature without the kinetic energy لأي molecules حتى الإنزيم. طب وإيه كمان؟ أو substrate اللي بتأكت مع الإنزيم. طب increasing kinetic energy معناه إيه؟ معناه number of collisions is successful collisions increase. Increase ما بين مين ومين؟ ما بين الإنزيم والsubstrate. طيب يبقى هنا the collision frequency between substrate and enzyme increased between X and Y. طبعا من هنا لهنا وصلنا عند النقطة Y بالظبط هي دي الأوبتيمم. انزل كده بالرولر تلقى الأوبتيمم تمبريشر هنا في النقطة دي. صح كده؟ يبقى ما بين X وY في فعلا increasing frequency أو collision frequency. The shape of the active site is altered between Y and Z. ما بين Y وZ الإنزيم خلاص ابتدى هنا denaturation وهنا completely denatured. وطبعا الدينيتشر بسبب التمبريشر irreversible يعني مش هيرجع تاني irreversible. صح كده؟ يبقى هنا number one correct. Number two the shape of the active site is altered between Y and Z بسبب denaturation. The enzyme is denatured irreversibly at X and Z. هل فعلا هنا at X دينيتشر؟ لا ده لسه في بداية الاكتيفيتي بتاعته. كأني مثلا الأكل بتاعنا طلعناه من التلاجة الإنزيمز بسبب بكتيريا أو غيرها بيحصل لها إنكريز في الأكتيفيتي لما بتخرج من التلاجة. صح كده؟ يبقى هنا طبعا الجملة دي غلط. تنطبق على Z لكن لا تنطبق على X. يبقى الأنسر 1 و 2 مان. يبقى 1 and 2 only يبقى الأنسر B. أوكي؟ ده نمبر 10. تعالوا نكمل نمبر 11. Number 11. Number 11, which graph represents the effect of pH on the activity of the of a digestive enzyme? And then a digestive enzyme, we and the activity of digestive enzyme, we درجات pH. pH على x-axis, يعني independent. هل مع increasing pHs, يا ترى the activity of enzyme absolutely increase؟ طبعا لا، على حسب نوع الانزيم. ده digestive enzyme مثلا الاميليز في الماوث active at pH slightly alkaline. لما ينزل الستومك خلاص denatured بسبب الاسيديتي في الستومك، يبقى عمره ما يكون الجراف A. طيب ايه رايكم؟ كنا هنا تاني كده digestive enzyme وصلنا الاكتيفيتي بتاعته يعني تقريبا عند 7 بيك maximum activity optimum activity optimum pH and slightly 7 or around 7. صح كده؟ ولو زودنا شويه بعد ال 7 بقينا 8 و 9 ابتدى gradually ايه؟ ديكريس او steeply كمان ديكريس في الاكتيفيتي. واضح ان الانسر B. نعمل دبل تشيك على نفسنا كده. هل الاكتيفيتي في الانزيم كانت مثلا عند 2 هاي وبعد كده ديكلاين عند تقريبا 5 مثلا وبعد كده increase تاني ما فيش انزيم يحصل له بعد ال least activity وبعد الشكل ده denaturation يرجع تاني يبقى عمره ما يكون C. ونفس الكلام هنا activity of enzyme ما تبقاش maximum وgradually مع increasing of pH بنلاقيه decrease في الactivity ما فيش المنظر ده فهو graph letter B. okay graph letter B bell shaped تمام كده صحيح شارب في الداون والابورز بتاعه لكنه ده يمثل مثلا سليفر اماليز مثلا. اوكي طيب نكمل كده مع بعض. In which process is oxygen waste product؟ الاكسجين ويست الاكسجين هو احنا لاقيينه ويست ويست فين؟ في انهي حته بالظبط؟ في الاكتيف ترانسبورت. اصلا في الاكتيف ترانسبورت انا محتاج oxygen for aerobic respiration to release ATP. ازاي يبقى waste؟ ده needed ده required عمره. aerobic respiration انا محتاج في aerobic respiration ايه؟ oxygen. محتاج عمره ما يكون waste. طيب ولو ما فيش oxygen هضطر اعمل anaerobic. لو ما فيش oxygen يبقى الفوتوسنس هو الاكسجين بيعتبر waste. طب ما تيجي نفكر كده في ازاي يبقى waste.
نشوف كده. هي البلانت اهو قدامنا، طبعا في ووتر ان عن طريق الروت، وبعد كده الزيلم خلال الروت، وبعد كده الستم، وبعد كده الليفز يتقابل مع كربون دايوكسيد، يحصل فوتوسينثيسيس عن طريق اللايت انرجي هارفست، وببني بوند في الجلوكوز، يكون جلوكوز جوه الليفز، وبعد كده ستارش او جلوكوز بتحول لسكروز وتنقل للفروتس دي. ماشي، طب ايه ده؟ ايه الارو اللي خارج ده؟ هو ده الويست. طالما خرج من جسم البلانت يبقى ويست. طب ما تيجي نتاكد كده من الايكويشن، الايكويشن بتاعتنا ها CXCO2 plus 6H2 plus light energy or in presence of light energy condition of reaction. Glucose is formed and oxygen is released as waste. As waste. يبقى هنا فعلا الانسر G. Okay. يا شباب نكمل مع بعض. Number كام؟ 13. Which layer in the leaf contains interconnecting air spaces? Interconnected air spaces معناها الاير داخل على بعضه، air chambers في spaces في اي حته، في large spaces وinterconnected مع بعض. ها الاريا دي air spaces صح كده؟ وهنا المنطقه دي دي spongy A layer، وطالما spongy يبقى مليانه ايه؟ air spaces، مليانه air A spaces spongy layer، يبقى letter C الانسر بتاعتنا. يبقى لسيت اه فيها air spaces لكن little in a interconnection little in in spaces. تمام كده؟ لكن هنا large interconnecting air spaces في السبونج لاير اللي هي C. اوكي؟ ده الانسر 13. نكمل يا شباب مع بعض نمبر 14. Where does ingestion take place؟ الingestion بيتم عن طريق ايه؟ نهاية الدايجستيف سيستم الانس اللي هو letter G. اوكي؟ الانسر G. Okay, anus through anus في letter G. طيب تعالوا بينا نكمل كده مع بعض. The diagram shows a fat globule B in one part of alimentary canal and the same fat هو هو globule same fat globule as it appears in another part of the alimentary canal. يعني إيه؟ يعني globule B يتحول هو هو نفسه يتحول لQ. يعني في هنا حصل change. التشينج ده عباره عن ايه؟ في الحقيقه فيزيكال تشينج، زي بيبر كبيره وقطعتها فتافيت، مش كيميكال، يعني ما فيش هنا انزيمز. لكن تعالوا بينا ان ويتش بارت اوف ذا اليمنتري كانال ار بي اند كيو فاوند. بي موجوده فين وكيو موجوده فين؟ افكركم اللي كان بيعمل اكت اب اون فاتس كان انزيم اسمه لايبيز، بس في الحقيقه اللايبيز يشتغل على الجاهز، يعني ده البوس ده مستني لار سيرفيس اريا. اللي بيحقق اللار سيرفيس اريا علشان اللايبيز يشتغل فاستر او فاست ستريت محتاج بايل جوس. نفتكر البايل كان بتعمل ايه؟ بتاخد اللارج اويل دروبلتس او الاويل او الفات بتاعتنا وده النيل، وبتعمل emulsification، بتعمل degrading لمين؟ للارج فات globules، وتقسمها فتافيت to increase surface area. وفي الحالة دي الفات ده ما كانش immiscible with water. immiscible with water يعني ايه immiscible؟ يعني المنظر ده لو جبت water وحطيت oil وحتى عملت stir بالمعلقة هيرجع تاني الاويل فوق والووتر تحت، دي بيسموها immiscible. طب لو حطينا بايل جوس في الكالاين ميديوم ايه اللي يحصل؟ ايمالسيفيكيشن. ايه ده؟ مش هيرجع تاني؟ لا مش هيرجع، شكل الكريمي ده ايمالسيفايد اويل ايمالسيفايد فات، مش هيرجع ابدا. زودت السيرفيس اريا عشان يجي اللايبيز على الجاهز يشتغل على كل اللارج سيرفيس اريا دي. طيب يا ترى القصه بتاعت السؤال ايه؟ لسه يا ترى فين القصة بتاعت البايل سكريتد منين؟ أولا سكريتد from liver cells عن طريق ال old red blood cells. damage liver damages ايه؟ damages red blood cells. وال broken down red blood cells أجزاء منها بتتحول لبايل جوس. الليفر مش هيخزنه عنده، هيخزنه في الجول بلادر. عشان كده release from stored and release from gall bladder.
لكنها synthesized فين؟ في الليفر سيلز. منين؟ من الاولد ريد بلاد سيلز. طب الشغل بتاع البايل لما يجي الميل بتاعتنا فيها فات، تمام كده؟ يا ترى الشغل بيبقى فين؟ في اي حته بالظبط؟ بصوا كده معايا، البايل يقوم خارج في البيليري داكت ويشبك مع البنكرياتيك داكت ويبقى مكان العمل بتاعه ديودينم. مكان العمل بتاعه ديودينم. هل في وجود للبايل هنا في الاستومك؟ لا. هل في وجود في الاسفجس؟ لا. طب تعالوا بينا نشوف الانسر. In which parts of the elementary canal are B and Q are found? B. ينفع يبقى في ديودينم B؟ ينفع في ديودينم يبقى B؟ ممكن اجزاء من B لسه not affected by bile. ممكن. طب ينفع يبقى في B في الاستومك؟ ينفع. طب هو بيسألي هنا هو ايه؟ بيسألني كيو بقى، الفتافيت دي تنفع تبقى في الاستومك؟ طبعا لا. لا. طب بي ينفع تبقى في ديودن؟ هنا صح، لكن دي رونج، ما تنفعش. طيب البي تنفع تبقى في الاليوم؟ البي تنفع في الاليوم؟ لا، ده في الاليوم في الحته دي. السكند بارت من سمول انتستاين اسمه اليوم، والفيرست بارت اسمه ديودنم. ينفع البي ينزل هنا؟ ما ينفعش. ليه ما ينفعش؟ لانه affected by bile juice في منطقه الديودنم، يبقى ما ينفعش يبقى ايليوم. طب ينفع البي يبقى في الاسوفيجس؟ ينفع، انا لسه بعمل سوالو، صح كده؟ ينفع. طيب الكيو تنفع تبقى في الايليوم؟ لان البي affected by bile juice في الديودنم اند ايليوم، وحصل لها emulsification فتتحول للشكل ده او الشكل ده، يبقى تنفع ايليوم. اوكي، يبقى الانسر سي. اعتقد الريكتم استحاله والإليوم برضو هتبقى استحاله، يبقى الانسر هي سي. اوكي طيب نكمل كده. نمبر 16. The diagram shows enzymes and the products of the reactions they catalyze. الشكل اميليز والاي والبرودكتس، يبقى هنا الانزيم، هنا ايه الانزيم؟ از وهنا البرودكتس بتاعت ايه؟ الشغل بتاع الانزيم. طيب which diagram matches the enzymes with the correct products. طب ما ايه عم اوصل هنا؟ اعمل matching. الاميليز بيشتغل على مين؟ بيشتغل على ستارش، يحوله ل sugar، simple sugar، simple sugar، لاما يكون مونوساكرايد او دايساكرايد، لاما يبقى مالتوز، لاما جلوكوز، على حسب نوع الاميليز انا جايبه منين. يبقى الاميليز مع simple sugar. اللايبيز بيشتغل على الامالسيفايد فات في السؤال اللي فات، بيحول الامالسيفايد فات انتو فاتي اسيدز اند جليسرول، يبقى دي يخرج منها خطين. اللايبيز ده يخرج خط للفاتي اسيدز كبرودكت وايه جليسرول. البروتيس ده بيشتغل على بروتين، يحول لي الايه الاند برودكتس اللي هي الامينو اسيدز. انهي شكل من دول يمشي معانا؟ هل يمشي ده؟ طبعا واضح هنا في كروسنج ما بين الاميليز وما بين البروتيس، يبقى ما ينفعش بيه. طب ينفع ده اللي فوق مع الاميليز مع السمبل؟ اوكي، وهنا خط واحد بس خارج من اللايبيز، يبقى ما ينفعش. المفروض ايه؟ خطين اهم، الاوريجن بتاع الخطين، صح كده؟ يبقى دي ما تنفعش. هنا واضح ان دي، ايوه، الليتر ايه؟ دي، ليتر دي. نتاكد كده. ها، اميليز مع سمبل شوجر اتس اوكي، لايبيز مع اللي فوق خالص، لا مش مظبوط، انا غلطت، مش مظبوط، ها مش مظبوط، الخط ده المفروض يبقى هنا، يبقى دي برضه رونج. اوكي، يبقى الانسر سي، ونعمل دبل تشيك على نفسنا. ها نشوف مره ثانيه، اميليز مع سمبل شوجر يس، واللايبيز واخد خطين لدول، اللي هم دول ايه؟ هم دول فوق فاتي اسيد اند جليسرول، صح، تمام. اخر حاجه البروتيز مع الامينو اسيد اللي فوق، تمام، برافو علينا. يبقى 16 واخده سي. نشوف كده المنظر، نفتكر مع بعض. ادي بروتين مونيكل از ميد اب اوف ميني ديفرنت امينو اسيدز، اكيد بيشتغل عليه بروتيسز، منها البيبسين والتريبسين والبوليبيبتيديز انزيمز، كل دي تعتبر بروتيسز. البروتيز ده اسم العيله، آلة الإنزيم اللي بتشتغل على بروتين. بيبسين في الاستومك وتريبسين في الديودينم، جاي من البنكرياتيك جوس، صح كده؟ وكمان الاندوبيبتيديز أو بيبتيديز إنزيم برضو، دي تعتبر عيلة البروتيسز، بتحول لك الاند برودكت أمينو أسيدز. الاستاش
molecule of glycogen. على فكرة starch زي glycogen في digestion is made up of many glucose molecules أو polymer. صح كده؟ يتفكك بفعل كربوهيدرات انزيم زي الاميليز اللي هو البنكرياتيك او الاميليز اللي هو سليفري بيتحول لمالتوز وبعد كده يتحول لجلوكوز عن طريق الدايسكريديز اللي اسمه مالتيز انزيم. طيب نيجي بعد كده الفاتس. الفات بتتكون او الليبيدز بتتكون من فاتي اسيدز 3 فاتي اسيدز مع جليسرول. 3 فاتي اسيد ده فاتي اسيد وده فاتي اسيد ده فاتي اسيد مع جليسرول. يجي اللايبيز يشتغل على emulsified fat بفعل البايل يحولها ايه اللايبيز يحولها ل 3 فاتي اسيد اهم separate وجليسرول. ادي الريفيجن الخاصه بالدايجستيف انزيمز. تعالوا نكمل مع بعض نمبر كام يا اولاد 17 which statement about the function of xylem tissue is correct. طبعا xylem tissue it carries glucose from the roots to the leaves. معقول امال ايه فايده الفلويم. It helps the support it helps to support stems and leaves. معروف ان الزايلم بيعمل حاجتين conduct او transport of water and mineral from soil وبيعمل support. تمشي معانا بي او تمشي معانا بي. طيب نشوف كده سي it is the only transport tissue in the plant. امال الفلويم تيشه يعني ولا ايه؟ ها الفلويم طبعا ما فيش حاجه اسمها only transport tissue. الفلويم موجود معانا. It carries water away from the leaves ولا towards the leaves. away طبعا wrong معانا. يبقى هنا letter B الانسر. نشوف كده نراجع مع بعض the direction of flow. انا عاوز the direction نفتكره مع بعض. لو بصينا كده ادي عندي الروت منطقه الروت وخدت section يبان لك الزايلم في السنتر في شكل cross او star shaped والاجزاء green دي الفلويم. طيب الارو ده الارو الازرق الكبير ده واخد الووتر والمينرال من الروت وراح على الستم. الارو الازرق اهو راح على الستم راح على الليبس يبقى بي ايه كاري الووتر سوارز الليبس صح كده وكاري ووردز اب ووردز الدايركشن بتاع الفلو اب ووردز في الزايلم. طيب البلانت ليبس عملت فوتوسنسيسز. طيب الفوتوسنس نتيجته ايه؟ كربوهيدرات زي مين؟ زي جلوكوز يتحول لسكروز ويتنقل شايفين النقل بتاعه في الارز الاحمر فوق وتحت. فوق ممكن بادز او فروتس وتحت علشان يوصل لتحت خالص الروت هير سيلز يديها ايه السكروز والسكروز يتحول لجلوكوز يتحرق عشان اطلع اي تي بي اشتري بيه بالاكتيف ترانسبورت مينرالز من السويل اشتري بيه مينرالز من السويل. يبقى الارز اب وداون او اعمل ستورج للشوجر في شكل تيوبر اوف بوتيتوس. تمام كده؟ البوتيتوس نفسها تحت في الجراوند. تمام كده؟ ده يعتبر موديفايد ستيم تيوبر اوف بوتيتوس مليانه ستارش. جالها منين ستارش؟ جالها من الفوتوسنس اللي فوق. جالها ازاي؟ عن طريق الفلويم داون. يبقى الفلويم ليه تو دايركشن شايفين الارو ده فوق وتحت اهو بانت اهو. الفلويم بين الكربوهيدرات اب وداون على حسب مين سورس ومين سينك. وعلى حسب السيزون بتاع البلانت واكيد ده نراجعه فيما بعد في الاسئله الثانيه. اوكي؟ طيب خلصنا كده البارت ده. يبقى الانسر بي. اهو يا اولاد في منطقه بقى الستام في زايلم ولا فيش فيه؟ في فلويم ولا لا؟ في. صح كده؟ والاثنين عكس بعض في الترانسبورتد ماتيريال. واحد بيقدم رو ماتيريال اللي هو الزايلم بيقدم ووتر ومينرالز رو مش اكل مش مستوي والفلويم بينقل اورجانيك ماتر ميد باي فوتوسنسز هاي انرجايزد ماتر زي السكروز مثلا اوكي والامينو اسيدز. خلصنا البارت ده ناخد نمبر. ما تنسوش برضه الصوره اللي جايه دي صوره زايلم فيسلز وهو ليجنيفايد. يعني ايه ليجنيفايد؟ فور سبورت يدي سترينث ويدي سبورت يخلي زايلم فيسل اوبن اول ذا تايم علشان ما يقفلش على ايه؟ على الووتر ما يمنعش الووتر تو باث ثرو اول ذا تايم. ده فور سترينث. تمام كده؟ يبقى زايلم فيسلز تعتبر تيشو وكمان سترينثن باي اي ديفرنت فورمز من الليجمنت بديفرنت شيبس. هنا بشكل رينج هنا بشكل شيء اللي كان مش ذات اهميه قوي الشيبس لكن يمين ان في ليجمنت فور سبورت. الديسك اللي انت قاعد عليه دلوقتي او الشير اللي قاعد عليه اذا كان وودن الود ده هو الزايلم يعني حاجه فور سبورت. شوف متانة الفورنيشر اللي في شقتك دي كلها زايلم فيسلز كلها زايلم اوكي
ده جت نتيجه ايه؟ نتيجه اللجنين بريزنس ان سايلنت فيسلز فروم انسايد. نكمل كده نمبر كام يا شباب؟ 18. وات از بارت اوف ديفينيشن اوف ترانسبيريشن؟ ايه البارت من ديفينيشن اوف ترانسبيريشن؟ وات از بارت اوف ذا ديفينيشن اوف ترانسبيريشن؟ معروف ترانسبيريشن لو بصينا كده البلانت، ادي السويل وادي المنطقه اللي فيها الروت اهي، وادي الووتر مولكيولز في شكل ليكويد تمام كده، وفي طبعا ديزولفد ماتيريال او مينرالز ابسوربد بالروت هير سيلز ومنها للكورتكس بتاع الروت ومنها للزايلم، هو بيتنقل لفوق للستم ومنها للليفز. الليفز فيها ستوماتا، والستوماتا دي تعتبر الويندوز بتاعت الليفز اللي بيدخل منها الاير وبيخرج منها اير، بيدخل منها اير وبيخرج منها ويست زي الووتر فيبر. يبقى ترانسبيريشن يمثل ايه؟ ووتر فيبر يعني ستيم، يعني جاسيس ستيت. فهنا طبعا جاس ستيت بتتنقل باي ديفيوجن، لكن الووتر هو بيتنقل من هنا وذن السيلز دي لغايه ما يوصل ليف باي اوسموسيس. يبقى الليكويد ووتر باي اوسموسيس، لكن الفيبر باي ديفيوجن. الفيبر باي ايه؟ ديفيوجن، ما اقولش عليه اوسموسيس. فهمتوا الفكره؟ لما اقول ووتر فيبر يبقى موفز باي ديفيوجن، ده في حاله الترانسبيريشن. لكن لو اتكلمنا على ليكويد ووتر هو بيتنقل وذن سيلز، من السيلز بتاعت سي الستام او سيلز خلال الليفز مثلا، طالما ليكويد فيس يبقى اوسموسيس. طيب السؤال هنا على ايه بقى؟ ذا لوس اوف ووتر فيبر فروم بلانت ليفز باي ايفابوريشن اوف ووتر ات ذا سيرفيسز اوف ميزوفيل سيلز. طبعا الديفينيشن ده هو يعتبر ترانسبيريشن، ووتر فيبر جاسيس ستيت خرج من الليفز من الجارد سيلز تمام كده as a surface of mesophyll cells اللي هي الاير سبيسز الموجوده شفناها قبل كده، بيخرج منها الايه؟ الاير، ومشبع بالووتر فيبر تو اوت سايد فروم هاي ووتر فيبر كونسنتريشن انسايد الليف او المزوفيل لاير انتو اوت سايد انتو ايه؟ اوت سايد. طيب عرفنا الانسر، هل ذا موفمنت اوف ووتر sorry the movement of molecules into cells of organism where they are used طبعا لا، يعني ايه organism؟ دي قاصره على plant leaves بس او plant stems، ممكن في انواع من transpiration plant stems لو كانت herbaceous او green، يبقى ما تنفعش organism، وكمان ما تنفعش into cells. Transpiration هي water vapor بس. The movement of particle any particles mineral through a cell membrane from region of water lower concentration to region of higher concentration. لا طبعا، من higher concentration to lower concentration. وأني بارت بس molecules of water vapor H2O pure H2O يعني كده ما تنفعش. C the transport of mineral ions برضو ما تنفعش. mineral ions mineral ions بتتنقل بطريقتين، لا اما بديفيوجن لا اما بالاكتف ترانسبورت لو انت اشتريتها ب 18. اوكي خلصنا كده 18. Number 19. The diagram shows the circulation of blood in an organism. Heart. Heart بيعمل pumping للblood. يوصله للكابيلاريز. الكابيلاريز يتنقل ليها أكسجين. والكابيلاريز يخرج منها CO2. يبقى المنطقة دي أكيد أكيد منطقة مهمة. ويرجع تاني للهارت. يبقى إيه الغرض؟ إنه كان هنا وبقي هنا تاني. هيعمل حاجة اسمها pulmonary circulation أهي. كان البلاد هنا ديكسوجينيتد في الرايت سايد، حصل له بامبد تو كابيلاريز بتاعت اللانج، سوري تو كابيلاريز اوف ايه؟ لانجز. في كابيلاريز اوف لانج حصل جاسس اكسشينج ورجع البلاد اوكسجينيتد ورجع تاني للليفت هاند سايد اوف ذا هارت، للليفت اتريوم وبعد كده الليفت ايه؟ فنتركل، صح كده؟ طيب يبقى هنا السؤال، ان ويتش بارت اوف ذا اورجانيزم از ذا لوكيشن اوف كابيلاريز ان ذا بوكس؟ هو عايز كابيلاريز دي اللي خدت منها اكسجين واعطيت كربون دكسيد تو بي ريليزد اوت، يبقى ايه؟ اكيد بيتكلم على كابيلاريز اوف ايه؟ اوف لانجز، اكيد صح كده؟ اوف لانجز. هل الفيش بادي، هل فيش جلز، ماميليان لانجز؟ هي ماميليان لانجز ولا ماميليان بادي؟ السؤال ده شويه فيه تراك. ليه تراك؟ هي الانسر خلاص ماميليان لانجز اوكي، زي الرسمه اللي انا جايبها. طب ايه لازمه الفيش جلز
وامتى اقول فيش جيلز وامتى اقول ماميليان ايلانز؟ ما برضو نفس الكلام، الفيش جيلز فيها كابيلاريز، وبرضو باخد منها، باخد من خلال ديزولفد اوكسجين في الووتر، باخد الايه بالكابيلاريز دي، اخد الاوكسجين والكابيلاريز تخلصني من السي او 2 للووتر، تقول له مع السلامه خد الكربون دايوكسيد واخرج من عندي، يخرج. طيب ايه الفرق ما بين فش وماميليان؟ ده الفرق. الفش بيسموها ايه؟ هل دبل سيركيليشن ولا سنجل؟ سنجل يعني ايه سنجل؟ يعني من الهارت بتاع الفش، هكتبها جنبها جنبها كده هارت، ياخد البلد يدي اكسجينيتد، يبقى دي لمين؟ للجلز. يحصل جاس اكسشينج زي البوكس ده بالظبط. طب وبعد كده يكمل البادي، البادي بتاع الفش يعني كده الفش بادي، سوري فش بادي، فش ايه بادي، يكمل الفيش بادي. ولما يكمل الفيش بادي يبقى دي اكسجينيتي يقوم راجع تاني. ايه ده؟ ده وان سيركت بس، الهارت ما اتذكرش غير وانس. ينفع يبقى فيش جلز؟ طبعا لا، لازم يكون ماميليان اي لانجز. ليه؟ من الهارت اتقال مرتين. بصوا كنا هنا ما يتحسبش، لكن اتقال اول مره هنا ورجع تاني للهارت، اتقال مرتين، يبقى ده كده دبل سيركليشن. طالما اتذكر في الاروز دي توايس، افكركم يعني ايه توايس، افكركم يعني ايه توايس. بص يا اولاد معايا، نتخيل كده في الرسمه اللي قدامك، عاوز تعرف انها دبل سيركيليشن ولا سنجل، تعرفها ازاي؟ سيبك انت من في لانجز ولا جلس، جاب لك رسمه كل البلاد فيسلز فيما عدا دي مش موجوده، ولا دي ولا دي، تعرفها ازاي؟ تخيل كده ريد بلاد سيل هنا، اي مكان اختار، اي مكان نختارها فين؟ بلاش هنا، خلينا هنا، اهي هنا. انا عاوز اعرف في الس... في ال... في الس... في الباث واي اوف ذس ريد بلاد سيل، ريد بلاد سيل هتاخد طريقها من هنا عشان ترجع تاني لنفس المكان. يا ترى الهارت يتقال كم مره؟ بص كده، هي كده اوت اوف هارت، ما تقالش الهارت. طيب ادي ماشيه اهي، تمشي فين؟ كابيلاريز. رجع الهارت، يبقى اول مره يتذكر الهارت، ادي اول مره. هي. وصلت هنا كاري اكسجين، طبعا اكسجينيت، تقوم خارجه في الاورطه اب او داون على حسب الاورطه بتفرع لفوق ولتحت، راحت للبادي، مشي كده. بصوا كده 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 لفت جاس اكسشينج في الاورجنز بتاعتك، في الليج مثلا راحت للليج، ها في الفينا كافا اللي هي انفيريور، رجع تاني للهارت، الهارت اتقال تاني مره، يبقى كده الهارت اتقال هنا واتقال هنا. طيب هيتقال تاني، بصوا كده بامبد اوت، ايه ده؟ اظبط بقى الريد بلاد سيل هنا، اعمل لها ارست، يبقى الهارت اتقل مرتين، يبقى ده دبل سيركيليشن. خد اي مكان وشوف، تلف لفتها وترجع لنفس المكان تاني، اتقل الهارت كم مره، تعرف منها دبل سيركيليشن ولا سنجل سيركيليشن. اوكي، طبعا الانسر ماميليان لانجز اللي هي ليتر سي. اخر سؤال يا اولاد في فيديو اليوم، ذا فوتو مايكروجراف شوز هيومن بلاد، ده اسمه بلاد سمير، نقطة بلاد حطيناها على مايكروسكوبك سلايد وفرشناها او فردناها. Which blood components can carry out process of phagocytosis؟ phagocytosis يعني immunity، يعني defense against microbes، معناها eating engulfing microbe، مين فيهم بيعمل engulf؟ هل letter A؟ طب اسم letter A دي، دي اسمها phagocyte، لو قال لك اسمها ايه تقول له phagocyte، دي white blood cell، ودي وايت ودي وايت، هو الحمد لله مشاوريش على دي، شاور لي على دي ودي، دي فاجوسايت. طيب وبي؟ دي لينفوسايت، بتبقى سمولر ان سايز، شكلها كده يا اولاد لو حبيت ارسمها شكلها عامل كده، قريبه للريد بلاد سيل، والنيوكليس بتاعتها واخده معظم ايه؟ معظم السيل كده، السايز بتاعها قريب من الريد بلاد سيلز، يعني قريبين لبعض. ايه الفرق بينهم؟ دي طبعا نيوكليتد، فيها لارج نيوكليس اهي، دارك اريا دي كده، دي اسمها لينفوسايت، لينفو لينفو ايه؟ لينفوسايت. طب اللينفوسايت دي وايت بلاد سيل بتعمل ايه؟ سكريت انتي بوديز، انتي بوديز لما بيحصل اكسبوجر لجيرم فيروس او بكتيريا او فنجل، ويحصل اكتيفيشن لللينفوسايت دي، بيبتدي انواع منها تنتج الانتي بوديز، يبقى دي بتنتج اسلحه فتاكه اسمها انتي بوديز، لكن دي لا، ده بتروح للجرم نفسه تبلعه، تروح للعدو وتبلعه جواه وتعمله دايجست كمان،
صح كده؟ يبقى واحده بتوجه اسلحه فتاكه كيميكال كومباوندز اسمها انتي بوديز، طبعا ميد اوف بروتينز في البلاد بلازما، عشان تواجه وتعمل ارست للميكروب، والثانيه بتبلع الميكروب نفسه. يبقى دي الفاجوسايت، دي اللي بتبلع. طب ما تيجي ناخد صور. ادي الفاجوسايت اهي، هي بتعمل فاجوسايت، شايفين البكتيريا؟ هي عملت انجست. طب مش عارفك ان دي هي دي اهي، من لوب دي نيوكليس، باينه لوب دي ايه نيوكليس، شكلها ايه لوب دي نيوكليس، يعني نيوكليس لكنها ايه ليها كذا لوب زي ما انت شايف كده، لوب نيوكليس. اكبر الرسمه اكتر زي ما شايفين كده، دي كده نيوكليس، ده لوب، ده لوب تاني ودي لوب تالت، ممكن يبقى اكتر من كده، اه ممكن، مش هيفرق معايا عدد اللوب، لكن يفرق معايا انها دي فاجوسايت اميون سيل من الوايت. طيب تعالوا بينا نشوفها حق وحقيقي، هي بتبلع ميكروب. الفيديو ده جميل جدا، انا بحب اتفرج عليه باستمرار. دي فاجوسايت وذن البلاد، وهي بتعمل ايه؟ شايفين الاثنين مع بعض دول؟ دول بكتيريا، كانها بتدور عليها وسط الشوارع لغايه ما تلقطها وتعملها انجست ودايجست، فيها دايجست انزايمز وتخلصني منها. شايفين البيجرو دول؟ كانهم بيهربوا من العسكري اهو، لكن في الاخر حصلها ارست واتبلعت. شايفين الحركه بتاعتها بتاعت الفاجوسايت؟ اميوبويد كده، ملهاش شكل محدد. ده كويس ان احنا رسمناها كده، ده كده يعني مش كل مره هترسم كده، ده حق وحقيقي في الانيميشن اهي، ده حق وحقيقي. فاهمين يا اولاد؟ طبعا دول تو بكتيريا مع بعض لازقين مع بعض، ديبلوكوكاي او ديبلوكوساي، بالمنظر ده. شايفين المنظر؟ اهي عملت انجست وبعد كده دايجست. الباقي ده كله ريد بلاد سيلز، الباقي ده كله ريد بلاد سيلز. كده يا اولاد خلصنا الريفيجن الخاصه بارت 1 في الاكزام اللي اخترناه. اشوفكم على خير ان شاء الله في الاكزام الجاي او في تكمله الاكزام اللي هو بارت 2. اتمنى يكون مفيد بالنسبه لكم، لو في اي حاجه يا ريت تكتبوا لي في الكومنتس، هبقى سعيد جدا ان اسمع صوتكم واعرف ارائكم ايه. والتوفيق وربنا معكم، جود لك، سلام يا شباب، باي باي.